السلامة. أهلا مرحبا بك. لاباس؟ الحمد لله. عرفنا عليك. رياض المهدي يوسفي، ألقب نفسي بشاعر الشوارع، جريح ثورة تحت رقم 184 في الرائد الرسمي على تونس الكبرى. ارتدي يا بلدي ثوب الياسمين وارقصي على نغمات الحرية. نحن لسنا فيك طامعين، نحن أبناء القضية، نريد أن نحيا شامخين رافعين الرؤوس المحنية. لا على أراضيك يا بلدي تائهين في القبور البعيد المنسية. ارتدي ثوب الإسلام دينا وتجملي بالهوية العربية. من دونك يا بلدي ليست لنا قيمة، أيا قبلة الحرية. انتخبت من يشبه وطني، رمزه العلم وشعاره الحرية. يجلس على كل المقاعد، لا يشارك حزبا أو ائتلافية. يضمني بين ثناياه إن كنت فقيرا أو غنية. انتخبت الحب والوفا، من أوفى من وطني محب وفيا. يحب كل الأوفياء حتى أمام الطامعين كانا سخيا. ينبت الزرع وينبع الماء وأنتم تزرعون في الفتن وتمزقون في الهوية. اليوم انتخبت من يشبه وطني رئيسا للجمهورية. يكفي ما ضاعت بين أيادي السفهاء أحلامنا الوردية. يعطيك الصحة. لو كنت تحكينا كيفاش صارت العملية بالضبط؟ يعني على إصابتي أنا؟ أي أسمع، اللي يقول لك نتنبأ أنها كانت ثورة كذاب. احنا يعني خرجنا من وجيعة ومن وضع ما حبيناش، حبينا نغيره، لكن للأسف تغير للسلبي. العشر سنين أنا لخصتها في قصيدة: مرحبا بكم من عنابر السجون، ها قد بلغتم المراد اليوم وأصبحتم من المؤسسين. ألم تعدني في الماضي بين جدران الزنازين أنك تخشى الله تزكي وتصلي وتصوم؟ أين أنت اليوم من بين الأمانة؟ وين أنت اليوم من تونس؟ نعم للاستفتاء، نعم للاستفتاء، لأن تونس خذوها مني شهادة. تونس من قديم زمان جيابة في الرجال واللادة، من زمان الباي والرومان، من عهد فرعون والعبادة. تونس من قديم زمان جيابة الخضرة في الرجال قدادة. يعني لهنا بإذن الله تونس في الطريق الصحيح، في الطريق الصحيح. حكينا على عملية الإصابة متاعك كيفاش بالضبط؟ الإصابة متاعي صارت لي قدام الكنيسية عقد تمثال ابن خلدون 22 فيفري، كالشباب الكل يعني، وكنت صغير أنا توا عندها 12 سنة يعني، شباب مفلكت مش عاجب الوضع. كي جتك الفصل هذاك حبينا نتخلصوا من حكاية، يلا غالب فما شكون اللي دفع حياته وفما شكون اللي دفع يعني صحته. ومانيش انا واحد من الناس مانيش نادم. انا لو خيروني بين استقرار تونس او حقي في الرائد الرسمي من فصل 97، نختار استقرار تونس، لان هذه الامتحان الاكبر بين الوطن والمواطن. يعني وقت المواطن ما وقت الوطن ما يلقاش في اللحظه دي المواطن، يا خيبه المسعى يعني، ما امتى باش يلقاك الوطن؟ يلزم في المحنه هذه الناس كلها نوقفوا مع بعضنا. صحيح ما نجموش نتقلدوا مناصب وما نجموش نكونوا بارزين كي برشا، لكن الحمد لله بعثنا في طريقنا قايس سعيد، مرحبا به في تونس، وهو اليوم عريس تونس. يا خويا وسر بالبلاد الى بر الامانه واعتزل. انا مانيش باش نمجد حتى الشخص، انا نقول له سر بالبلاد الى بر الامانه واعتزل. لا زال هناك ظلم وحرمان وحق الشهيد ضاع وانتظر. انت جيت تحكي معايا في تعويض، انا قلت لك مانيش حاب نحكيه الموضوع هذا. علاش؟ لان توا لا حس بالحكايات الكل، ان تونس تئن يعني، ما فماش فلوس، ما فماش كذا. يا ودي صلح البلاد واسمح، ما مانيش باش نقايض كيما الناس نتاع التعافى والتشريع العام يحبوا تعويضات و3000 مليار وتراجعوا. انا 3000 مليار يرحم باباك، شعبي انه شعبي يعلم به ربي، وانت تحكي لي على 3000 مليار. احنا حلمنا ولد 5000 و10000 يعني كل نهار ونهار، ومع ذلك كل شيء هون من اجل الوطن. لاني انا قلت صباح الخير يا وطني، ما بالك الى اليوم حزين، ترتدي سواد الليل وفجرك يحضن شمس الياسمين. ألم تصلك أنباء الثورة؟ أم نحن بانتصار الثورة واهمين؟ نعم العشر سنين كنا واهمين بانتصار الثورة، لكن الحمد لله ما ربك ساعات يصطفي من عباده شخص.
الحمد لله كاستفانا قايس ومانيش نمجد فيه راه مانيش نمجد فيه قايس، انا نحب يصير بالبلاد الى بر الامان لا اكثر ولا اقل. شوفوا لنا تعليمنا لان ما عادش تعليم، شوفوا لنا يعني سبيطاراتنا يعني تأنوا صحيح الحمل ثقيل ويحطوا العصا في العجله، هذا الكل دايرين به. تصور انت، انا واحد من الناس كي قمت اصبح لا سكر لا فارينه لا ماكله لا كذا، ومشيت انتخبت. كي مشيت انتخبت مانيش منتخب قايس، منتخب لك السكر والفارينه والزيت. خلي يرجع لنا، احنا مواطنين عاديين ما عندنا حتى مشكله لا مع زيد ولا مع عمر، احنا مع تونس. انا قلت في العلم اعشقك يا علمي كعشقي لشعري وقلمي، هلالك هامتي ونجمك أملي، لونك من شهادتي وشموخك عظمي، أيا رمز الحرية ثوبا يستر عوري، فروحك تسكن فيا كما يسكن الظنا في الكبد، أعشق شموخك في العالي كعرين أشبال الأسد، فإن كان للأسد أشبال فنحن أشبالك يا عالم. يلزم الشعب الكل يكون يد واحدة ونكون مع الصالح ليس مع الطالح، والصالح باين والطالح باين لا أكثر ولا أقل، وربي يحمي تونس وإن شاء الله يهزنا البرلمان ولا أكثر، لأن تعبنا برشا قسينا برشا. وبربي نحب نوجه يعني رسالة للداخلية وللدفاع وإلى جنودنا وللي حاملين السلاح، نقول لهم أيا جنود بلادي تحية، تحية الرجال والضمائر النقية، تحية الوفا كما كنت للقسم وفيا، أيا جنود الإخلاص شكرا، إخلاصنا أمام إخلاصكم يساوي صفرا، فأنتم إلى بر الأمان جسرا، جذور المحبة جذور الهوية، أيا جنود بلادي ألف ألف تحية. الاستفتاء لا نجحه الشعب لا نجحه الرئيس، نجحه الأمن بالانضباط. انا ريت انا ليله الاستفتاء في لافيني يعني الاربعاء نتاع الصباح، ريت الامن منظم بدرجه وفاق باللعبه فاق بها، وصلوا حتى هو يا رسول الله شهداء امنيين شهداء من الشعب شهداء من كذا، يزم الدم خلينا نبنوا. والبني والله اسهل من التهديم. البني المفيدة تحط له يعني انسان سبيسياليتي يعني انسان ملم بمشاكل الشعب ما يكون كان الخير. اما بربي تجيب لي واحد من بريطانيا وتجيب لي واحد من طرع منين وتجيب لي واحد من كذا، اهدينا لك الثوره عن طبق من فضه، خسرنا صحتنا 48% سقوط، شكون باش يعوض لي انا؟ شكون باش يخدم لي على صغاري؟ شكون باش كذا؟ لكن في سبيل تونس يهم كل شيء. يعطيك الصحه. يرحمه الله.